السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عبد الله سعيد رئيس قسم الأنشطة في بيوت شباب القطرية. يا مرحبا ومسهلا فيكم في الحلقة الثالثة من برنامج ساعة سفر اللي راح نستضيف فيه أو راح اللي تتواجد معانا فيه شخصية مميزة قطرية لها صولات وجولات من المغامرات، وهي الرحالة القطرية نور التميمي. برنامج من بدايته استقبلنا فيه أخوي وزميلي محمد حسام، مؤسس ومستشار مجموعة NLQS في جامعة قطر اللي تنظم فيها سفرات خارجية حق منتسبين الجامعة من مختلف الأعمار إلى مختلف الوجهات السياحية. ثاني حلقة استضفنا فيها أخوي وأستاذي الرحال القطري خالد العنبري، وتكلمنا فيه عن مغامراته وإنجازاته اللي حققها على مستوى المحلي أو حتى على مستوى العالمي، وتكلمنا عن القناة اللي أسسها على اليوتيوب اللي شارك فيها خبراته وتجاربه في السفر مع باقي المهتمين ومحبين السفر. اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون مميزة أكثر مع شخصية تميزت بمغامراتها وتألقت إن هي كانت من أوائل الفتيات اللي ادخلوا مجال المغامرات، وحتى كانها يتم تصنيفها كرحالة قطرية، وهي اختي نور التميمي. حاب ارحب فيها، واختي نور يا مرحبا ومسهلا فيك. انا بس تبعثي لي ريكوست. اوكي، اختي نور انا طرست لك دعوة عشان تدخلي معي لايف، بس لو سمحتي تقبلينها. اوكي، كونكتينج. مساء الخير. مساء النور والسرور. طيب الله يسلمك. عادي ان شاء الله امورك تمام؟ الحمد لله بخير. بشير ان عندك اختي نور طيبة ان شاء الله. والله تمام الحمد لله، everything is fine. يا مرحبا وسهلا. ماراثون ركضة لا تخيل يعني. الله يعطيك العافية. قبل تكلميني تقولي لي انا يلا يا دوب بروح البيت عشان الحق عليكم. اي والله سموح على التأخير. لا بس لا شي ظروف احسن ما ادعم. الواحد عندك طبعا اكيد. اي 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 شلونكم شخباركم عساكم طيبين؟ اول شيء اشكرك على الاستضافة، وان شاء الله اكون ضيف لطيف خفيف على قلوب المشاهدين. بإذن الله متأكدين من هالشيء هذا. في البداية حاب أرحب فيك أختي نور التميمي في برنامج ساعة السفر، وفي الحلقة الثالثة من هالبرنامج. نتمنى أنها تكون حلقة خفيفة ومفيدة وحلوة لكل متابعينا إن شاء الله اللي موجودين حاليا في البث، أو حتى اللي راح يشوفون إن شاء الله البث بعدين. في البداية نور التميمي، عرفينا عن نفسك. بتتعرف على نور من أي صوب؟ أكيد من الترحال. فنور التميمي هاوية ترحال ومغامرات، وما أقدر أقول إن أنا عندي خبرة عشرات السنين ولا شيء، أنا للحين صغنونة في هالمجال من ناحية العمر، بس أتمنى يعني إن الله يعطيني الصحة والعافية إن أقدر إن شاء الله ويفكنا من كورونا أقرب وقت فرصة. آمين. أقرب فرصة عشان نكمل يعني نروح نخلص الشغل اللي ورانا. فبيسكلي أنا بديت يعني مسيرتي في الترحال والسفر والمغامرات كلها في 2006 تقريباً. ما شاء الله. بدأت أول شيء هوايات المغامرات كانت هواية الغوص. أخذت أول سيرتيفيكت في الغوص أو open water سيرتيفيكت كانت في 2010، يعني 10 من الحين. لا تسألني الحمد لله. بعد طبعا ما اقدر اقول لك ان 10 بالضبط انا كنت اغوص فيها، لا قطعت فتره وبعدين رجعت مره ثانيه. حاليا عندي ام ريسكيو دايفر، سيرتيفايد ريسكيو دايفر، وهاي يعني الليفل شوي اعلى. فعندي 3 سيرتيفيكتس، اول شيء كانت الاوبن ووتر، بعدين الادفانس، والحين الريسكيو، والحين شغاله ان شاء الله على الشهادات او المؤهلات الاكبر. في صرتي مدربه في الغوص نور ولا لحين؟ لا الحين عندي هدف. لا انا شوف صراحه الحين هدفي اصير دايف ماستر، والحين شغاله على الموضوع.
بس ليش أبي أكون دايف ماستر؟ مش وايد عندي مهم موضوع التدريب أكثر ما هو إنه أصدقائي، يعني صديقاتي اللي بيطلعون معي في الغوص وكذي، أبي أكون أنا مطمنة عليهم إذا لا سمح الله صار شيء ولا شيء، إني أكون أقدر أتحمل المسؤولية وأخذ حلو الأكشن الصحيح. حلو وغير كذي الرحلات الغوص الثانية اللي أبي أنزلها، أبي أكون عندي المهارات الكافية تخلي الناس تعتمد علي. فمثل ما قلت في مقابلات سابقة، من شنو هدف رحلاتي ومغامراتي وهالأشياء، هي تطوير مهارات. بالنهاية هذه مجموعة المهارات توصلني لهدف كبير، اللي هو العمل على خدمة العلم والعلماء. فالحمد لله الحين أنا في هذه الخطوة، ووصلت المرحلة أقدر أقول حلمي بدأ يتحقق وأشوفه على حلو. أرض الواقع. أقول الحين ولا أقول لك عقب؟ لا هاي عقب، خلنا عشان ما بنحرق عليهم الشيء اسمه ذات من البدايه. نور، زين احنا بعد ما سمعنا كلامك وتعريفك عن نفسك بشكل بسيط وهاي، نور اصلا أنا شنو تكلمت تخصصها؟ أكثر شيء بس عن الغوص، يعني ما تكلمت الحين على الهايكينج، ما تكلمت عن الأشياء الثانية. انا بيجي بالكلام الحين. انت الحين قلتي أوكي. جزء يعني ما شاء الله، يعني على المعلومات اللي انت ذكرتيها كلها، هذا يعتبر جزء مسيرة كبيرة حق نور التميمي. مغامرة غواصة، أو شيء مغامرة أو شيء غواصة ومغامرة ومتسلقة جبال ورحالة. شلون قدرت تدمجي هالشيء؟ وشلون يعني شو اللي جذبك في هالثلاث أمور هذه؟ لو تلاحظ في هذه الثلاث أمور في شيء واحد مشترك، خمن معي، خمنوا معي كلكم، أنتوا اللي قاعد تشوفون شنو الشيء المشترك في مغامراتي كلها. نعطيكم واحد اثنين ثلاثة اللي أربعة، عفنور تعطونهم هدية اللي غششنا يقولون لنا في جائزة، تعطونهم جائزة ولا لا؟ قول اكيد لي جائزتهم تكون سكن في فيكتور، أحقق. اول ما يجهز عندنا ان شاء الله الفندق. إذن شنو السفر؟ لا، سفر نعطي فرصة ثانية. لا ها، نشوف جوائزكم، ما جابت راس المتابعين. نعطيهم أعطهم شيء نعطيهم جناح عدل، أعطهم. نعطيهم جناح في جامعة قطر، في شو اسمه، بيت الشباب، ها شوف يعني جناح ماستر. أيوة أغريهم أكثر، الأكل عقب كل هالأنشطة. لا 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 لا، أنت جبتها صح. انزين إنزين، الشيء المشترك بين هذه النشاطات كلها والأنشطة هي الطبيعة باختصار. يعني لو تلاحظ في الغوص أبي أدخل البحر في البحر أكثر وأشوف الكائنات اللي هناك، أتعرف عليهم. لما أصعد الجبال نفس الشيء، أبي أشوف، أحس بالهواء، أبي أحس بالكائنات اللي عايشة في ذيك المرتفعات، وحتى طبيعة وقسوة الحياة هناك. يا سلام. أبي أتعرف على إحساس النهر لما أعمل السبورت كاياكينج ولا ولا ولا. فكل تجربة أو كل نشاط، حتى لو كان تسلق الصخور العادية، هي بعد إحساس بملمس الصخور وقسوتها، وبنفس الوقت السبورت اللي تعطيك إياه، وتتعرف على الجيولوجيا وأشياء كثيرة. فالترحال كله هذا هو باكج كبير يعطيك يعني لمحة بسيطة عن كوكب الأرض اللي إحنا عايشين عليه. فكل نفس مرة الكلام اللي ندور ما نسوي شاء شيء الله. جديد. اكو في وحده في الشات عندنا comments قالت في الكومنتس قالت ديسكفر ذا بلانتس، يعني كان جزء فيها من انت موضوع حاسة التسويق. فيني بالضبط، بالضبط. ما شاء الله عليك. انزين نور، نور مغامر، وعرفنا الحين هي ما شاء الله عليها متسلقه، وما شاء الله تسبح وتغوص وتتسلق. شنو تخصص نور؟ شو اللي تخرجت منه من الجامعه؟ زين احنا دايما نعرف ان فجأة تخصصاتنا تختلف عن هواياتنا، مو شرط انها تكون نفس شوف الموضوع. صراحة أنا لا يعني طقت معي حلوة. تخصصي في الجامعة كيمياء ماينر بيولوجي، أو هاي شهادة البكالوريوس، أما الماجستير تخصص إدارة بيئة. ف شوف الدنيا في قاعد تهديني، الله قاعد يرسم لي طريقي كله بالضبط. وين اتجاه البيئة، وشغلي بعد في نفس المجال، في مجال البيئة. فإن شاء حلو، الله طموحي المستقبلي بيكون بعد في مجال البحار. عسى ربي ان شاء الله يوفقك أعطيكم جلنس. في شنو بالضبط، في بيكون ماستر ان شاء الله ولا قاعدة تكملي أخطط ماستر على، ولا؟ أنا خلصت ماستر، عندي ماجستير حلو في ما شاء إدارة الله البيئة، ما شاء الله. أخذتها من بريطانيا، في من جامعة أبرستوث
لا تقول لي وين ايفرست، لان لما اشرح لك اياها هاي اصلا قلعه بتتعمقي. وهميه. المكان بروحه اصلا اخترته ليش؟ مش عشان عشان تقول طبيعي. لي جامعه ولا بالضبط، عشان يا بحر. سلام يا المكان سلام، عجيب عجيب، انا لازم اقول لكم قصه ايفرست هاي بعدين راح نذكرها ان شاء الله، انا متاكد وراح اذكرك فيها انك تذكريها لنا ان لي شاء الله. وللمتابعين معانا. نور، كم دولة زرتيها من يوم ما 40 رحتي؟ 40 40 ختمت ال 40 قبل ما كورونا شاء الله بالضبط، تخيل. ما يعني شاء شيء الله. هاي كان هدفي، ابي اخلص 40 بلد جديد، يعني مش متكرر، يعني من غير ما احسب البلد اللي رحت له مرتين، لا ما احسبهم، احسب بس ختمة البلد مرة واحدة عندي، هاي تعتبر مرة. 40 بلد الحمد لله، والطموح الهدف 160. يا سلام للحين يا للحين سلام، مطولين، لا حتى لا ربع توصل، ثلث بس. لا لا ان شاء الله كورونا باذن الله. مخليه اي ضيعت والله علي انا سنه كامله كم حسبي الله ونعم الوكيل. انا يقول المفروض لك، ثلاث بلدان مخلصتها هالسنه بعد جديده ان شاء بتعوضينهم ان الله شاء الله، ان بتعوضينهم شاء ان شاء الله الله، ان يمكن شاء الله. بزود اكثر من نهايه السنه او مع بدايه السنه. اتمنى ان شاء الله تكون يا رب يا الازمه رب تكون خلصت وانتهت يعني. يا رب. في البدايه انت ذكرتي لي هدف او اهداف من استكشافك او من رحلاتك اللي انت تسوينها. شنو اكثر هدف كنت تطمحين له انك تحققينه من خلال سفراتك اللي انت سافرتي لها؟ شوف، هو في البداية لما بديت السفرات والأشياء ما كان يعني الهدف اللي أنا أبيه الحين، هو الشيء تطور معي. يعني في البداية كان وناسة، أبي أكتشف ثقافة، أبي أحس أسوي هالأشياء، أحقق أحلام كنت أبيها، مجرد إني أكتشف العالم بس، هذا ما كان أكثر من كذي. أبي أسافر حلو. ويعرفون يعني الستيب 1 في الموضوع. بعدين لما بديت السفرات المختلفة وشفت سفرات التطوع شلون، شفت سفرات الوناسة شلون، شفت السفرات الأخرى، الواحد يبدأ يميل للشيء اللي يحبه وتحس قلبه يتعلق فيه. صح. فاللي تعلقت فيه صار موضوع الأبحاث. فحلمي لما أتخيل شيء، أبي أروح القطب الجنوبي، ما أبي أروح بس القطب الجنوبي عشان والله أمشي من نقطة لنقطة، ولا أصور البينجوينز، ولا لا خاطري أروح أدخل في اللابس اللي عندهم، اللابات المختبرات، اروح اتلقف اشوف ايش قاعد يسوون، اروح احفر معاهم، اروح اطلع سامبلز، اغوص تحت الماي تحت الثلج. ليش تعبين نفسك يا بنت؟ ما اعرف، انا هذه بالعكس. خاطري. فعشان اوصل هالمرحله، طبعا انا على بالك ما تشيكت دورت. الحين اذا الواحد يبي يروح يشتغل في الساوث بول، شو يسوي؟ شو لازم يسوي؟ يكون عندك سكيلز، لازم يكون عندك شيء اهم الناس اللي هناك عايشين يقدرون يستفيدون منه. حتى لو كنت عندك سكيلز الطبخ، تبي تصير طباخ؟ خلاص صير شيف، تعلم عدل، روح هناك اطبخ لهم. ما يصير فعادي صح لهم اكيد. كما تدربه، هم يساعدونك في تطوير مهاراتك في المجال هذا. كمتدربة في أشياء معينة، هم باختصار يحتاجون أيدي تساعدهم، ما حلو. تكون باردن عليهم، يعني ما تكون ثقل عليهم، تكون كاهل على كاهلهم. فهم ممكن يدربونك على شلون المعيشة هناك، هاي شيء أكيد، لأنه ما في يعني في العالم تقريبا نفس الظروف البيئية والصعبة اللي الواحد يعيشها في القطب الجنوبي لمدة طويلة من الزمن. فهالشيء هم أكيد يدربونك عليه. طبعا شلون الإمرجنسي ريسبونس والأشياء في حال مثلا صارت أمور معينة شلون تتصرف. بس أنت لازم يكون عندك added value، لأن المجتمع هناك صغير، والريسورسز يعني المواد، الأكل، الشرب، كله غالي، فكل شيء محسوب. تعرف انت الحين بتجي شنو، هل قيمتك المضافة تساوي تكاليفك او اكثر من تكاليفك ولا لا؟ فشي يحسبونها. شيء حلو والله. اخوي الرحاله اللي قطري خالد جابر يقول توديني معاك واسوي بطبط هناك. تعال بطبطك هذه لازم نسوي لها حركة عشان نقنعهم فيها. يعني انت الحين you have to prepare your proposal خالد، يعني الموضوع مو بس كذي ابي بطبطها، اوكي؟ هاي بينها شغل تفكير مخ. واعلامينا المبدع محمد الحماد يقول لك، هل في نوادي تاخذنا لهذه الرحلات اللي ذكرت فيها قبل شوي؟ في القطب الجنوبي ايه الرحلات العلمية هذه، هو ما في رحلات علمية، في رحلات سياحية حلو. يسوونها للقطب الجنوبي. في كذا نوع، السياحة العادية اللي هي ما فيها ادفنتشر كبير او فيها جهد أماكن بدني معينة كبير، معروفة ياخذون يروحون زيارة. يروحون بالكروز، كروز كبير ينزلون، يطلعون حلو من الأرجنتين أو تشيلي،
وبعدين بالباخرة يوصلون للقطب الجنوبي ومكان فيه البينجوينز وينزلون من الكروز، يروحون ايوه يصورون ويرجعون مرة ثانية للكروز، يعني ما يباتون او يخيمون او يسوون هالاشياء هذه كلها. في طريقة ثانية يروحون حق الادفنتشر، يروحون يتسلقون اكبر او اعلى قمة في انتاركتيكا، وفي بعد السكينج لاست ديجري اوف في القطب الجنوبي، فهاي اكبر تو ادفنتشرز موجوده، مش اكبر يعني، تعتبر من اكثر واحدة من الكومن أكثر. ادفنتشرز. ايوه هناك فيها كامبينج، فيها انهم يحفرون مكان اللي بيحطون فيه خيامهم، ويعني فيها شقه شوي شوي وايد اقصد. حتى يمكن الرحاله فهد بدار هو ممكن يتكلم اكثر عن هذه التجربه. هذه الادفنتشر تكون مور اكسبنسيف، ويكون فيها تنقل بعد بطياره خاصه، يكون وايد وايد غالي. حلو. نور، شو اللي يعني في البدايه كنت مبتدئ، ولا لابد ان رحتي دوله زرتيها وانت ما تعرفين عنها شيء بدون ما تجهزين لها؟ شلون يعني تعايشتي مع التطور هذا؟ اول طبيعي، اول واحد بيسافر اول مره في حياته يروح دوله ما يعرف عنها شيء، ما مجهز لها لا عده ولا ملابس ولا شيء. شلون قدرتي تطورين من نفسك؟ شلون قدرتي انك تسوين كنترول ان انا لما بروح دولة لازم ابحث لها وادور لها؟ ما شاء الله سفرات 40 دولة، هاي مو بشيء بسيط ولا عدد صغير عشان الواحد يعني يستهين فيه. فشو اللي يفرق رحلة او تجهيز نور لسفراتها عن باقي عن غيرها من الناس اللي يسافرون؟ في طريقتين في السفر مثل ما تفضلت أخوي. الطريقة الأولى اللي هي فجأتي، يعني خذوه وطغلوه طقته حلو. في راس الواحد وراح، أو يكون مسافر حق هدف معين، شغل whatever شيء ثاني، وطلعت عنده فتشة في هالسفرة يبي يروح يسوي فيها شيء، وهو ما كان يعني ما في تخطيط، ما يقدر يخطط حق الموضوع. أما السفرات الثانية اللي لازم لها تخطيط مسبق على مدى شهور، مثلا تخطيط مدني كذا كذا، هاي شيء مختلف، هي مثلا تسلق الجبال، نروح أماكن نائية معينة بهالطريقة. صراحة الرحلات اللي هي تحتاج تجهيز أعطتني خبرة كثيرة في تجهيز الشنطة. أعتقد حلو. أخوي خالد أكثر واحد فاهم أنا إيش قاعد أقول. شنطته الشنطة تكون لازم هالكبر، لا مو لا مو هالكبر يعني، صراحة خلينا نقول 10 كيلو أطول أطول من جسم كامل. يعني في شوية أكبر. أوكي، فكل ما كان السفر بشنطة أخف، كل ما كانت سفرة ممتعة أكثر. تعال شوف بنت تبي تسافر شنطة هالكبر بس، ما تحط أغراضها. شلون قدرت تتعاملي مع هالشيء؟ شلون شلون القصة هي؟ شلون إن الواحد يتنازل، يعني يمشي نفسه الموضوع، إنه مش يتحمل مسألة بعد. كشخة anymore، صار سالفة لا، أنا كل الملابس اللي باخذها هي تأدي الوظيفة المطلوبة منها على نوع الأكتيفيتيز اللي أنا أبيها. الموضوع مثلا احنا ما نغسل وايد ملابس في نكون مسافرين، نحاول انه خلاص احنا مسافرين ما بنقعد نغسل، بالضبط. انا اخذ ملابس اكثر. هذاك الوقت لا، انت بتغسل اكثر وتاخذ ملابس اقل. فبهالطريقه شو يصير المانجمنت حق الملابس اللي انت تاخذها، الادوات اللي تاخذها تصير اذكى مع التجربه. كل مره بتعرف شنو اللي تستخدمه وشنو اللي ما تستخدمه. اللي ما تستخدمه لا تحطه خلاص، هو تسبح بس الأرض. وزن وثقل على بزيادة. بعدين في الرحلات اللي شو اللي صار في الرحلات الثانية اللي أنا صار عندي الحين قدرة على التأقلم، أقدر أمشي نفسي بأي شيء. يعني رحلة لبنان أتذكر يوم رايحة عشان بس الفيزا، ومأخذة معي بنطلون هايكينج واحد، قلت يعني يمكن، ولا أدري شو السالفة أصلا، يعني راح بس أخذ لي فيزا. أي فيزا كانت؟ كندا؟ لا ما ادري، فيزا بلد الفارو ايلاندز. حلو. المهم فمش عارفه انا ايش كثر بتم في لبنان يعني هاي. المهم كان عندي بس هاي اخذت لي بنطلون واحد احتياط، ما كان عندي التكرم الشوز المناسب وهالاشياء. بالنهايه طقت في راسي ابي احصل، وقلت خليني ادور حد يوديني هايكينج في يوم واحد قبلها بكم ساعه، يعني نيكست داي. الحمد لله حصلت، ورحت وبهدلت نفسي، رحت المطار على طول، خلصت من الهايكينج رحت المطار بطيني زين تشوف المنظر. الحمد لله انه في شيء اسمه عباء، وكنت لبست عباتي وجوتي تكرمون كله شي طين وما ادري وش،
عادي مشي حالك، الكل طالع فيه هذا المشردة وأنا مو مشكلة مستانسة. فالموضوع بالنسبة لي صار it's not about the appearance المظهر more اللي about ايوه it's about the experience وشو الشيء صح اللي أنا بطلع من هال experience. فكان بالنسبة لي تجربة وايد حلوة. إيه حلو بعدين رحت تبدلت في اللونش وشي، وكان شيء غريب، الناس يعني شافوني واحدة طالعة من الأدغال عقب طلعت إنسانة ثانية. فيا عشان كذا لما يكون عندك باك صغيرة you have everything in it فما تحط شيء في الكارغو، هاي بعد حلو advantage. حلو. نور، شو اللي شو اللي خلاك تبتدي مجال التسلق؟ في شيء أثر فيك جذبك للهواية هذه، وشون قدرت تتعاملين فيها أنت كمرأة قطرية من أوائل القطريات اللي دخلوا في هالمجال هذا؟ أول تجربة لي كانت فضول، ما كنت أقدر أفهم ليش الناس تصعد جبال، يعني ما حلو، أشوف إنه تسمعين ان فلان تسلق جبل ما ادري شنو حط العلم حتى أشوف والثاني الأجانب. لا أنا الأجانب أنا أتكلم عن مستوى الأجانب، حتى ذيك الأيام ما كنت أسمع عن عرب واجد أو حلو قطريين أو أي حد يعني إنه يصعد جبال، كان شيء جدا جدا جديد من 2000 أنا أتكلم من 2014 تقريبا هالوقت. فكنت في سويسرا ذاك الوقت واشوف الناس، ادور شنو الاشياء اللي ممكن اسويها في شاموني وهاي، فحصلت كلها اغلب الاكتيفيتيز ماونتينيرنج وكلايمنج وهالاشياء. فبس اللقافه اشتغلت، سويت على طول احجز وروح. صار اتوحكت. لا تشوف شكلي شلون كنت وانا قاعده اتسلق وحالتي حاله، طبعا انا شفت اسب ستوري من الساعه هذاك اللي اللي تكتب. قلت يا ربي انا ليش مسويه نفسي كذي، انت ليش تسوين ليش تحطين نفسك في المواقف ليش؟ زين انا توقعت ان عقب هذه الرحله ما بطب تبطلين شيء اسمه جبل تسلق. بالضبط، ما بفكر في الموضوع ابدا. اللي صار العكس تماما، تعرف صار عندي صار عندي لعنه الجبال، صار موضوع التحدي انما يعني انما في مخي صار العناد استخدمته الحين في هالموضوع. انت تكسر راسي؟ لا يا يبا حلو انا اللي اكسر راسك، حلو اصبر شوي علي، بس لازم هالمره اجهز، لازم هالمره اسوي كذا وكذا وكذا. فاحساس التحدي والاتشيفمنت والوصول للهدف احساس صراحه ما رائع. ينوصف وشون قدرت تواجهين الصعوبات او التحديات اللي واجهتيها في البدايه لما يعني كانت كمرأة بالتجهيز، قطرية دخلت شو اسمه؟ هي شوف أكبر التحديات كانت هي دائما أنا أتكلم عنها في أغلب المقابلات، هي تحديات اجتماعية وتحديات نفسية. التحدي حلو النفسي لما أتكلم عنه في تحدي اللي هي الاجتماعي خلاص أعتقد الكل يعني ما يحتاج أن أدخل فيه، أما التحدي الجسدي نفسي والذهني هو الواحد يتغلب فيه بالتدريب والتهيئة. يعني دائما الواحد يتخيل نفسه ذاك المكان، لما يدرب نفسه ويسوي التريننج المناسب، يحط المعدات المناسبة، يقرا وايد، لازم يقرا وايد، يتثقف وايد، يسمع تجارب الآخرين. بهالطريقة كل ما سمعنا عن وقرينا عن تجارب الآخرين وشلون كانت رحلتهم في هذا المكان وإيش اللي واجهوه وإيش اللي شافوه، بتصير المكان بدل ما يكون مجهول ومخيف يصير مألوف أكثر لي. فلما اروح هناك اكون خلاص الشيء انا سمعت مجهزة عنه نفسك يعني اي اوريدي. كذا، فهم سووا كذي هم، وما اتوهق في نفسي، فهمت؟ فخلاص يصير عندي كانه اكسبيرينس، اتعلم من اكسبيرينس الناس اللي قبلي، فمو لازم كل شيء انا بنفسي احفره واخترع العجله من جديد. لا حلو الواحد انه يبني خبراته على خبرات الاخرين اللي سبقوه في هذا المجال. جميل جميل. وشنو الجبال اللي تسلقتيها نور؟ أو شنو الدول اللي رحتي لها ومنها يعني قدرت تتسلقين جبال حتى لو ما كان يعني يعني جبل معروف ويتم تحقيق إنجاز من خلاله؟ كم عدد الجبال تسلقتيها بشكل عام؟ خلينا نلخص السؤال هذا في البداية. والله ترى مو وايد افشل، يمكن 4 بس. لا بالعكس والله، ترى يمكن الواحد أربعة أو دحين ما قدر خمسة يجي يعني واحد أصلاً. مو حلو وايد. والله حلو حلو إن شاء الله طموح أكثر. هي الحين صار الموضوع، شوف سبحان الله، كنت في مخططة على جبل 4 سنين وأنا أحاول أتسلقها 4 سنين لين هاي السنة، وأنا أقول هالمرة أسويه، وكل مرة يصير شيء مقترب الموضوع. يعني كنت تروحين فسبحان الله. وتحاولين تتسلقين وما قدرتي، ولا يعني لا لا كفكرة لا انك اني اجهز خاص اني اي بروح حلو احجز وابي حلو اسوي شيء، تصير ظروف عندي اني ما اقدر اسافر وما ما ما اقدر اروح وتخترب السفره كلها.
فعرفت سبحان الله ساعات رب العالمين يعطيك علامات صح، ان هذا المكان او هاي الشيء اللي انت تبي تسويه، لان في وايد فالوقت هذا مو عراقيل بس يصنع. صح هاي مش خير لك. فخلاص حطيتها شيء على جنب، انت ان شاء الله يوم من الايام يمكن، مو اكيد، بس بحاول اشوف جبال ثانيه او اشياء اخرى اقدر اطلع طاقتي فيها او حتى استمتع فيها. فصار الموضوع مش بس achievement ووصول لطموح، أكيد صار موضوع استمتاع اكثر. صح، والتحدي ترى مو بس في الجبال السبعه الكبيره، ترى في جبال كثيره تكون يمكن اكثر يعني اقل في بالضبط أنا هيك الارتفاع، كنت أقصده يعني. بس تكون جدا صعبه، ويكون وفي بعضها يكون جدا فيها جمال. الواحد لما يطلع يستمتع بالطبيعه، لما يسوي كامبينج على قمه ذاك الجبل يشوف فيوز ترد الروح، وهي اللي تكون عالقه في المخ، يا سلام، تعطي الانطباع الروحي اللي هو الشخص يبي. تروحين لها نور وانت شايله معاكي هموم، وبعد ما تردين هناك صفر، ولا كان خفيف طاير طاير، كانش انا انولدتي من جديد. صح، شعور والله تحس شعور تعرف حلو في صح. حد غسل قلبك، غسل روحك، تحس في تحس بريحة الهواء النظيف، شلون تدخل رئتك، وشلون تي لما تطلع الزفير يا تطلع سلام، كل الأشياء الطاقة السلبية اللي الحارة اللي داخل، فهمتني؟ هالشي تحس كلينزينج كلينزينج. يا سلام. نور، بعد ما انا شفت ستورياتك الهايلايت اللي كنت حاطتها في حسابك والدول اللي زرتيها، شفت بعض المقاطع اللي تعانين منها في المشقة وفي التعب في التنقل، ودائما اللي لاحظته من ستورياتك او من سفراتك نور، دائما تكوني مع ناس اول مرة تكونين معاهم. شلون كان التعامل بينك وبين هالجروب؟ خاصة الجروب يكون طبعا من مختلف دول العالم، مو من شرط من دولة واحدة، لا، دولة مثلا من ايطاليا، من قطر، من افريقيا، من شلون كان التعامل بينكم وبين بعض؟ شلون قدرتوا تتقبلون ثقافات بعض؟ والله تشوفوا الموضوع صراحة تحدي، تحدي بطريقة شو أقول لك، رفيق السفر يا يعني إنه بيخليك تستانس في سفرتك، أو بينكد عليك عيشتك، بيخليك تكره اليوم اللي سافرت فيه، متى بتسافر أصلا يعني. فوايد وايد مهم إن الناس اللي يكونون معاك يكونون على نفس مودك. الشيء الحلو في الجبال بالتحديد إن الناس اللي خلاص اللي يروحون الجبال يتعنون لها، أعرف إن هذا عنده شيء شخصيته كومن مع كل المتسلقين، يعني كل المتسلقين يحبون الشقة، كل حلو، المتسلقين ما عندهم يعني إيجابيين، ترى صد صد يعني أغلب ما شفت، ما في متسلق سلبي يتحلطم. يقدر يوصل قمة، ما يقدر ما يقدر. هذيل الناس اللي يعني يوصلون القمم وهم سلبيين ما تحصلهم يستمرون في هذا المجال. حلو، فالموضوع هو يكون شنو، تصير في صفات مشتركة بالجروب حتى لو انت ما تعرفهم، لان ليش هم يحبون هذه الهوايه، صح، يحبون هذا النوع من المغامره. فسبحان الله هذا النوع من المغامره ما يجذب الا يجمع. الناس ايوه اللي هي تشبه بعضها. صح في اختلافات في الثقافه، وهذا الشيء الممتع ان انت مو بس تكتشف بالضبط، مكان، انت بعد تكتشف ثقافات، وهاي تجمعك مكان صغير بدل ما انت تسافر الارجنتين وتسافر بلدان ما عمرك سافرتها، انت قاعد تشوف الناس عندك معاك حواليك وتقعد معاهم 10 أيام ولا أسبوعين، تتعرف على يعني قصصهم وخبراتهم، تتعلم منهم كثير. يا سلام، وفيها رسالة بعد طبعا نور، يعني الرسالة كل واحد يوصلها من خلال تمثيل نفسه وتمثيل البلاد اللي هو جاي منها، وينقل فيها ثقافة بلاده. يعني انت بدل ما انت الحين تروحين مثلا اسبانيا، الشخص اللي انت قابلتيه فيها التسلق هاي او في المغامرة هذه اوريدي راح ينقل لك هالمعلومات هذه، اوريدي راح يعطيك باك جراوند عن البلاد اللي هو جاي منها، واحدة من قاعد القصص، يجهزك. أيوة واحدة من القصص اللي صارت معاي البرس، أنا صعدتها مرتين، المرة الأولى ما وصلت والمرة الثانية وصلت القمة. البرس كان معاي في التيم، أغلبهم أمريكان وفي جنسيات أخرى. واحدة من الموجودين هي جاية مع زوجها أعتقد، كانت وايد سلبية، هي الوحيدة اللي قاعدة تتحلطم على كل شيء. تعرف اللي الأمريكية الغنية اللي هي تحب هالشيء، بس يعني ما ادري الظاهر ما قعدت تبي فتره تتعب عشان دلوعه، لا قعدت فتره دلوعه تعرف، بعدين فجاه رجعت مره ثانيه حق المجال وشي. فطول الوقت قعدت تحلطم، كانت طول الوقت، فاثرت على التيم صراحه، كلنا تاذينا منها، حتى الاجانب. يعني انا صراحه مو من النوع اللي احب اروح والوكلوك مع التيمز الثاني، بين مع نفسي في القعده
حلو. وحتى لو كان عندي حلطومه اتحلطمها مع نفسي، ما اعطيها زياده، خلاص افكر في الشيء الايجابي، ما احط طاقه في الشيء السلبي، عشان انا ترى طاقتي كلها احتاجها لي. فهذه الشخصيه اعطتني صدمه، ان غيرت فكرتي. انا على بالي كل المتسلقين يكونوا نفس الايجابيين، صح؟ قلت نفس لك نادر المود اللي نفس ال تكون في السلبيين. فهذه كانت السلبيه اثرت على التيم كله فعلا. أوف. تقريبا يمكن 4 من التيم، 10 كنا، 4 منا ما قدروا يوصلون القمة. هي ما أعتقد وصلت. وزوجها فوايد يعني إيه، فشلون أنت تتعامل مع هالنوع من البشر؟ أنت تختار، هل أنت تبي تكون علاقتك معاهم والباوندري قريب منهم، أو تعطي مسافة؟ وهالشيء اختيارك. يعني حلو في الأجانب بعد إنه مو ضروري تجاملهم، عادي. يعني اذا انت قاعد توقعت مع نفسك، ما حد بيجي بيقول لك ليش مخيس، ما حد صح. بيجي بيقول لك. فانا صراحه استانسه يعني في السفر مع النوع الثاني، احب اسافر مع الاجانب وايد، لانه ليتني حاله التقوقع. خلاص امور متقوقعه على نفسها، قاعده مع نفسها، ما حد، ما حاتي انه والله لازم اروح اجامل فلانه، او اجامل، او ما اخلي الناس ان يحسون ان انا مثلا شايفه نفسي او وات ايفر. ان الواحد ما يتاثر بالمحيط او البيئه اللي حوالينا دام انه بتصير كل رحلتي الخاصة، فيكون عندي مساحتي اللي هي البرايفسي، تقدر تقول بالضبط أوقاتي الخاصة اللي أنا بالضبط. أحتاجها إني أركز فيها على ذاتي. حلو. على ذكر البرص وسبكتيني على ذكر الجبال، واحدة من الباوندري هي الانجازات اللي الحدود. سوري بس في سؤال، شنو الباوندري؟ الباوندري هي اوكي الحدود، أو الحدود اللي يحطها الإنسان بينه وبين نفسه. كل إنسان عنده دائرة حواليه، يا إن الدائرة الصغيرة المقربة منه للناس اللي وايد قراب منه، والدائرة تتسع وعدد الناس فيها يختلف. فمثلا الدائرة اللي تكون قريبة من الشخص، هذه عدد الناس ممكن يكون 2 أو 3. أما الدائرة الكبيرة اللي تكون محيط العمل، محيط الأصدقاء، كل عدد الناس فيها يكون مختلف من شخص لشخص. فأنت شلون تعاملك مع هذا الجروب؟ أو أنت تبي تدخلهم في دائرتك الخاصة، أو تخليهم في الدائرة العامة؟ هالشيء يعتمد عليك، يعني تعطيهم وجه ولا ما تعطيهم وجه باختصار. حلو. نور شنو هي انجازاتك الحين؟ وايد ما شاء الله، لا إله إلا الله تبارك الرحمن. ما شاء الله أنا ذاك الله اليوم الله قاعدة يزيد أسوي بارك ان السي شاء في الله. مالي، إذا قاعدة أكتب أكتب أكتب، أقول يا ربي أنا هكذا سويتها، ما شاء الله تبارك الرحمن. وأحس إن بعد في أشياء نسيتها. إذا في مجال السفر والترحال، قلت لك الحمد لله خلصت 40 دولة. من الأكتيفيتيز اللي جربتها اللي هي الآيس كلايمينج، التسلق الجليدي، الشلالات المتجمدة، تسلق الصخور، مو بيعلق بس المهم. في الكاياكينج اللي هو العادي اللي مع نستخدمه، في القارب الكاياكينج السبورت يعني كاياكينج. السبورت كاياكينج اللي يكون بالأنهار، طبعا الدايفينج، طبعا التسلق العادي، شنو الكيفينج اللي هو ندخل أسفل كهوف في الكهوف الضيقة، وهالأشياء. عندي بعد طبعا تقنيات التسلق اللي هي الأبسيلينج، وغير استخدام الحبال، واستخدام جميع الأدوات اللي نحتاجها في خدتي كل فيها أنواع دورات نور التسلق هالاشياء والجبال، سواء هذه؟ كان أخذ دورة مونتينيرينج كاملة حتى إنقاذ للنفس. حلو. ما وعندي طبعا سيرتيفيكيت في الفيرست ايد، وحاليا انا مثل ما قلت غواص منقذ. وشنو بعد؟ في انجازات اخرى اللي هي من ناحيه تطور، ما تطور اتكلم عنها ولا ما له داعي؟ الاجتماعية قبل شوي اخوي، لا هي لازم نذكرها. ايوه اخوي هاي. حمد، أخوي حمد قال كنتي رئيسة لجنة الشباب سابقا، كنت نائب صح الرئيس فعلا، كنت الكلام؟ نائب رئيس لجنة الشباب. نعم رئيس أيوة صحيح، نائب رئيس لجنة الشباب التأسيسية الأولى، تأسيسية. بعدين الحين أنا تأسيسية ومدير مشروع تطبيق شباب لدعم. هو تطبيق من تابع لوزارة الثقافة والرياضة. إن شاء الله إن شاء الله قريب بيكون اللونشينج الكبير، شيء يعني حفلة الإطلاق الثانية. وإن حلو شاء الله إن شاء الله جميل بيكون شيء يعني كلكم تستانسون عليه، وأتمنى إنه بيخدم شباب قطر بطريقة جدا عصرية. طيب، في بإذن الله. بعد عندي كذا حملة سويتها، حملة بلادك بيتك، اللي هي نزرع إحساس إن
التوعية ما تكون بس على حملة واحدة، والله نروح ننظف البيتش ونطلع ولا لا، هي ان احنا نوصل رسالة ونجذب، يعني ناخذ ريل الشخص اللي قاعد على البحر، يلا تعال انت كون معنا، وتصير خلاص عادة وتغيير في 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 البيهيفير. الشيء الثاني كان عندنا حملة تنظيف دحل مصفر، هو واحدة من المعامل الجيولوجية في دولة قطر. أكيد. عندي بعد مشروع الحين شغالة عليه، وايد 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 متحمسة له، يا رب يا رب يمشي بطريقة يعني يصير على أرض الواقع، اللي هو فشوت صناعية بتكون إن شاء الله مع هيئة متاحف قطر. فهذا المشروع هو نتيجة سفرة من سفراتي اللي كنت راحتها مدغشقر. مدغشقر قعدت فيها شهر كامل ما أشتغل مع العلماء في موضوع أساعدهم في تجميع المعلومات الخاصة في الكورلز. بعدين في طقت في مخي، ليش ما أسوي لنا شيء بقطر؟ وليش ما أخذ هذه التجربة وأفيد فيها بلادي؟ فحالياً الحين شغالين على مشروع، أنا أتمنى إنه يعني إن شاء الله تكون على أرض الواقع، بيكون شيء يرفع الرأس وبيكون معلم سياحي عالمي يجذب السياح من برا قطر لين داخل عشان بس يجون يغوصون في هذا المكان. من هذه إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى إن مشروعك يكون يمشي ويتيسر على مثل ما أنت مخططة له. أكيد أنت والتيم اللي معك شغال في هالمشروع الكبير هذا. أنا كان ودي إن أذكره يعني بعدين، بس ما دام ذكرتي هالمشروع هذا مثل ما أنت ذكرتي قبل شوي، هو ثمرة تجربة جربتيها برا في أحد سفراتك ولامستيها وشفتي مدى تأثيرها على البيئة اللي في هالبلاد هذه، قلتي عن قلها في بلادي أبرك، وأولى إن بلادي تستفاد من هالشيء هذا أولى ما إن أنا مثلاً أعيش بس بروحي. بالعكس إحنا نتمنى مثل هالسفرات هذه، مو بس معاك، مع أي حد هاوي للسفر وعنده مغامرات كثر، شاف شيء في هالدولة هذه وحس إنه ممكن يفيد في بلاده، ترى التجربة بالضبط ما خليها توقف بس عنده. وشون كان تجاوب نور على هالمشروع هذا؟ هل كان في تفاعل كبير من قبل الإخوان عندنا؟ صراحة إحنا كنا مكتمين على الموضوع شوي. حالياً أنا بشرح المشروع بطريقة جداً بسيطة. المشروع بدينا فيه في 2016-2017 تقريباً قبل الحصار. فالفكرة إن أسوي فشوت صناعية بطريقة إبداعية وجميلة تصير نفس اتراكشن للسواح اللي بيجون حق 2022. طبعا السواح اللي بيجون حق 2022 والزوار طبعا مش كلهم عندهم هوايه واحده، فينا عندهم هوايات متنوعه واكيد منهم غواص، هذا شيء اكيد يعني صح. فليش احنا ما نثري البيئه القطريه بمجسمات تحتاجها البيئه القطريه عشان انها تبني او تعيش عليها الشعب المرجانيه، لان للاسف الارض عندنا في او قاع البحر عندنا في قطر كانها صحراء، فالشعب المرجانيه تحتاج دائما شيء صلب انها تقدر تبدا تثبت نفسها عليه وتكبر. من صار عندنا شعب مرجانيه شو اللي يصير؟ ايش تجذب لنا سمك، والسمك يجذب لنا السمك الاكبر، والصيادين يستانسون يروحون يصيدون ياكلون الهامير. فهاي الشغل كله يعتمد على من؟ على هذا الكورال المسكين اللي يصير. فشيء مشروع بيكون يعني يثري البيئة البحرية القطرية ويثري السياحة في قطر، بالإضافة بيكون اتراكشن حلو حق الغواصين الموجودين في قطر حاليا. فكان هاي الأهداف المشروع. طبعا شو احنا كنا نسوي؟ جمعنا 5 فنانين موجودين في قطر، طريين واحد بحريني، ما شاء الله عليهم شباب قسما بالله، يعني الواحد يفتخر فيهم لو تشوف إبداع الأفكار شيء واو. بس بخليها هذه شنو، لا ما بعطيكم أحداثية الحين، خلي أول شيء يصير على أرض الواقع عندكم بعطيكم أحداثية، طولوا بالكم هدوا. فبس طبعا بتكون عندنا نفس ميوزيوم under the water، بتكون أشكال جدا جميلة، location شوي مش معتاد، بس إن شاء الله الحين في مرحلة عمل دراسة الجدوى، وإن شاء الله بإذن الله إذا كانت الأمور مشت بالطريقة السليمة أو صح باتجاه صحيح إن شاء الله على بداية السنة أو السنة الجاية بيكون بتشوفونا على أرض الواقع بإذن الله. عسى ربي إن شاء الله يوفقكم ونشوف. إيه في شيء وايد مهم في تعاون مع جامعة قطر في هذا الموضوع،
فالحين جامعة قطر داخلين بعد معانا، وأنا هالشيء حلو وايد مستانسة عليه. حلو وهم يعني قاعد يساعدونا في موضوع اختيار اللوكيشن، ناخذ فساعات أروح أنا غاوص نقعد ناخذ عينات ونروح نتأكد من اللوكيشنز وشي هالأكشن والوناسة كلها. أنا طبعا حدي مستانسة فيها. هاي لعبة إشعال. أي بالضبط. حاليا اللي الجهة المتبنية المشروع متاحف قطر. حلو حلو، نوجه لهم الحمد لله. التحية ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق النور على هالمشروع هذا، ونشوفه مطبق على أرض الواقع بإذن الله، ونشوف إن كل آمين الناس آمين. دوره، ومو بس حتى ربعنا وأهلنا اللي في قطر، حتى اللي من برا إن شاء الله على إن شاء حول الله إن شاء الله لين كأس العالم 2022. إن شاء الله إن في شاء الله. إنجاز من الإنجازات اللي أنت حققتيها نور ما ذكرتيه، وواحد من أهم الإنجازات، شنو؟ إن أنت أول قطرية تتسلق جبل ألبرس. أيوة ألبس. إيه شنو كان، اشرحي يعني، قولي لنا شنو كان شعورك في هالانجاز هذا، وشلون قدرتي انك تجهزين له، وشنو الشعور اللي شعرتي فيه لما تسلقتي هالجبل هذا؟ هاي شنو صحت السياحي وصلت فوق شفت يعني، لأنه ما كان بسهولة مرتين. أنا المرة الأولى اللي فشل فيها رديت طبعا صياح، أنا اللي كانوا يتابعوني على سناب ذيك الأيام، كان عندي سناب بعدين سكرته. المهم فشافوا وشي المناحة والدراما اللي كنت مسويتها وشي مصدومة إن أنا مو متوقعة، أنا خلاص مجهزة نفسي كل شيء أوكي، سويت يعني I followed the book، يعني مشيت على خطوات الكتاب بالضبط، قالوا لي سوي شي سويته، شلون ما وصلت؟ ما يصير. فكانت تجربة الفشل بحد ذاتها هالشيء اللي أنا ما كنت متوقعة أني أفشل فيه خبرة. أقدر أقول قعدت شهر، أمي هي موجودة الحين معنا في البث وهي تتذكر. إيه الله يسلمك يا رب. فأرجع ماما الله يخليك، أنا لازم أرجع مرة ثانية، تقول لي أنت تبي تردي؟ أقول لي ما أقدر ما أقدر ما أقدر أنام، احس شي جسمي يحكني ابي ارجع مره ثانيه، ابي اكسر راسي على الجبل، يعني سوري ما اكسر راسي يعني اقصد اني اصعد. احس ان الـ يعني قهر قهر مو طبيعي، قلبي كان فيه نار. بعدها بشهر بالضبط رحت مره ثانيه. يا سلام. هذه المره قلت خلاص انا اي هاف تو فوكس، وحتى ما اتذكر انك تصور وايد هالاشياء. والحمد لله يوم وصلت الجبل يعني وصلت القمة، حتى كانت الجايدة اللي معاي واحدة قالت لي انت اول واحدة اوصل معاها، وقلت لها انت الحمد لله عليك وصلت، انا وياكي بس باقي الناس اسمه شل بعض من الوراثة. فكان احساس جدا رائع، قسم بالله حسيت قشعريرة تمشي بعروقي، يعني ما ادري شلون اوصف لك الموضوع. ايوه كنت اضحك من داخل، ما اعرف شلون اوصف اكثر من والله كذي، فخورين بس وايد فيك كانت نور، رائع. والله الانجاز هذا، خاصة انت ذكرتي والله ما كان همي اني اكون اول واحدة، عادي ان شاء الله 20 مليون حد يكون معاي، بس فاين. اتفق معك القصة هي سبحان الله. كنا شنو انه هدف ابي اوصله. ترى على فكرة الجبل مش مهم من اول واحد وصله، لانه تحدي الشخص اللي عقبه واللي عقبه نفس الشيء، لو عاشر لو 1000 طلعوا حلو نفس، هو نفس التحدي نفس المصاعب يمرون فيها، تختلف من شخص لشخص. والمهم وين؟ في التجربة اللي انت ترجع فيها من هذه الرحلة، يا سلام ايش الخبرة؟ ايش العبر؟ ايش هذا المهم؟ انت شلون استفدت من الموضوع؟ مش ورقة انت اخذتها والله انك صعدت المكان. لو واحد مكانك وانا متأكد، حتى لو كان من محبين التسلق، فشل من اول مره، في بعض الناس من مجرد الفشل من المره الاولى خلاص يقول ايش بكنسل من الموضوع وبنساه وبيأثر فيه بالسلب، وبالعكس بدل ما يستخدمه كشيء ايجابي ويعطيه دافع انه هو يستمر على هالشيء، وغصب مثل ما انت ذكرت قبل شوي، عنادا على هالجبل الا تسلقك واني ارفع فيه علم قطر، وهالشيء انت سويتيه. شنو رسالتك توجهها حق الناس اللي من المره الاولى فشلت خلاص تكنسل الموضوع، كوحدة مجربة هالتجربة هذه وهالشعور هذا؟ إذا هم الشيء اللي جربوه ما حسوا في يعني ما في باشن، أو إن هم ما حبوه ما تعلقوا فيه، إذن لا تعب نفسك. إذا أنت مغصوب عليك تسوي لا تسوي خلاص، يعني هالشيء مو لك، لا تعب نفسك فيه. أما إذا الشيء أنت تحبه من حق عليك إنك أنت تجرب مرة ومرتين. يعني الناس الخبرة والناس اللي وصلوا وسووا وأنجزوا، هاي شلون سووا؟ أكيد من بسبب
الأخطاء اللي تعلموا منها والمشاكل اللي مروا فيها. نفس فكرة أي مشروع، شلون المشاريع الناس تنجح؟ يمكن تحصلها مسوي 1000 مليون مشروع قبل وفلس ودفع من جيبه، وآخر شيء ليه نكمل مستمر آخر شيء يوصل. القصة كلها وين؟ لو الواحد يفكر فيها، أنا إيش اللي أبي من هالموضوع؟ أبي إذا أبي أسوي شيء عشان شو؟ أنا أقول لك لا تتعب نفسك ولا تتعب ولا تحط فلوسك في هالشيء، لأنه بالنهاية خسارة ما منها ربح. ليش؟ لأن الهدف مو هدف تطوير ذات. أوكي، الهدف هو شيء أكثر للناس مش لك. أما إذا كان الموضوع لك وأنت ما دربت نفسك وطوعتها، مين الموضوع؟ إن الواحد شو يطوع، يكسر الهوى اللي فيه، يكسر الكسل اللي فيه أو الإحباط اللي فيه. إحنا متعودين دائماً على السلبية في حياتنا، والناس السلبية اللي يجون يعطوننا النصايح وكذا، لا تسوون لا تفعلون، يعطونا الأخطاء، يمكن يقولونها مش من باب حتى يعني من باب خوف، حرص عليك، نصيحة كذا كذا، بس يمكن الأسلوب يكون طريقة محبطة أكثر ما هي تكون أوكي حط في بالك هذا الخطر وبس أعمل حسابه. في فرق، لا تسوي شيء عشان بتموت ولا لا، الموضوع خطير، جهز نفسك لعدل، حط احتياطاتك وروح وانت مستعد، وحط في بالك ان اذا ما وصلت مش نهاية العالم للحين. فينو الناس هذه اللي المهم لازم يكون حواليك، دام عندك ناس سلبية حواليك انا بتم مثلهم، وهم ما راح اقول سلبية، اكره الكلمة، نقدر نقول الناس المحبطة. فهاي هاي هذه نفس هذه انا اقدر اربطها في النقطة اللي ذكرتيها قبل شوي مع الجروب اللي سلقتي فيه الجبل، اللي هي المرأة اللي كانت سلبية وكانت تحب، فالشخص هو نفسه يحدد إذا أنا أبي هالبيئة هذه أنا فيها أتأثر فيها أو ما أتأثر فيها. عبد الله بسألك سؤال، تفضلي. شنو الشخص، شنو الشيء اللي يخلي الإنسان ينجز؟ شنو أكثر دافع يخلي الإنسان يوصل لهدفه؟ شنو؟ إيمانه بنفسه وإيمانه بالشيء اللي هو بيسويه. نفسه، أنت قلت أنا شخص، أنا ما في حد. صح. اي حد ثاني لو الاراده مو من نابعه من قلبي انا مني، ترى ما في شيء في الدنيا اقدر اسويه. ما اتكلم بس عن المغامره على فكره، اتكلم عن كل شيء في الحياه. اي شيء في الحياه بالضبط. الجبل هو عباره عن مشكله، الجبل هي عباره عن صعوبه، هو تحدي، تحدي نفسي، تحدي تمر علينا في حياتنا في كل يوم. شلون انت تتسلق هذا الجبل وتجهز نفسك للمصاعب اللي بتواجهك فيه؟ هي السؤال. هني الأخ يقول لك وين المشكلة في صعود الجبل، وشين هي المصاعب اللي ممكن تخلي الواحد يوقف وما يكمل في الجبل هذا؟ إنزين، الصعوبات تكون أول شيء، الصعوبة الأولى اللي هي عدم اللياقة النفسية، لأن الموضوع يحتاج صدق قوة ذهنية، يعني صدق قوة ذهنية، إنه ذهنية، شنو ذهنية؟ سوري، ذهنية صلح لي عاد، أنا يوم شو اسمه؟ قولي رجالي تعال لما شطت السوالف عادي اي بنعيد وانا مو مركزه. زين، فالقوه الذهنيه هي شيء وايد مهم، ان الواحد دائما وهو قاعد لما يوصل مرحله التعب ويحس جسمه يعني يخذله، يدفع نفسه يقول لا انا اقدر بعد، يلا مو مشكله خطوه، يلا بعدها عقبها قربنا، يشجع نفسه بينه وبين نفسه. دام انا احط في راسي المسجات الايجابيه، جسمي بيعطيني طاقة أكثر. أتذكر أول تجربة لي كانت الجايد، أنا طبعاً قاعدة أتحلطم وحالتي حالة ومتى بنوصل ومتى بنوصل، كل مرة يقول لي around the corner، يعني ها اللفة الجاية، ويقص علي، تخيل 6 ساعات وهو يقول لي around the corner. وأنا خلاص كل مرة لما أسئلة أكون خلاص واصلة حدي، ما أقدر يعني أقول لي أنا بنهار، يعني يقول لي around the corner، شي يصير فيني أقول يلا هانت يلا هانت، أروح I push myself، ويوم ألف في الكورنر ما حصل إلا كورنر ثاني. وبنفس الطريقة أروح أكمل، أقول خلاص أنا مشيت اللي قبل، يعني ما باقي غير شوي. وبهالطريقة الواحد يشجع نفسه. القوة الذهنية هي اللي توصلك، هاي واحد، مش طبعا بروحها، لازم بعد التجهيز البدني، الواحد لازم ناكل صح، لازم يتمرن، ما يستهين بالموضوع، لازم تساعد نفسك. بالنهاية أنت ما تبي تعذب نفسك، أنت بعد تبي تستمتع. لما يكون عندك القوة الجسدية المناسبة، ترى على فكرة أنا مو جونجر، أنا مو وايد، بنات ما شاء الله يعني لياقتهم وايد أحسن مني، بس هي كومبينيشن، يعني أنا يكون عندك اللياقة الزينة
والصحة البدنية مع الإرادة القوية. الشيء الثالث اللي هو بيكون خارج عن إرادتك وخارج عن سيطرتك تماما، اللي هي الظروف البيئية، يعني لا سمح الله جاء هواء قوي أو مثلا درجة صار درجة الحرارة. حرارة، أو خاصة الموضوع مش أمان إن الواحد يصعد القمة في ذاك الوقت. ممكن هذا الشيء يخلي المرشد ياخذ قرار انه خلاص ما حد يطلع على القمة وكلكم ترجعون. فهذه الثلاث امور. طبعا في امراض الارتفاعات او مرض الارتفاعات، هذا تصيب الناس لما يوصلون لارتفاعات جدا عالية، والشخص ما يقدر يتأكد 100% اذا هو بيصيده ولا لا قبل ما يصعد الجبل. فلازم هو لما يصعد الجبل يقدر بيعرف اذا جسمه بيقدر يتحمل الارتفاعات ولا لا. عشان يتفادى هذا الموضوع لازم يصعد الجبل شوي شوي، يعني يكون في اكلمتايزيشن اللي هو تأقلم على الارتفاعات بطريقة صحيحة. ما يعني ما يصير انك تطلع من ارتفاع عارفه ما 1000 يكون في دور توضح لكم هالشيء هذا، يعني الجهاز يوضح لكم شنو هي في المسافة. جهاز، في جهاز ممكن الواحد يحطه على صبعه ويقدر يقيس نسبة الأكسجين في الدم. فمرض الارتفاعات أكثر شيء تقدر اللي يأثر عليه هو نقص الأكسجين في الجسم، فهذا الجهاز يقدر الواحد يستخدمه ويشوف نسبة الأكسجين في دمه. الشيء الثاني، في أدوية ممكن الواحد بعد ياخذها تقلل من أخطار خطر أمراض الارتفاعات، بس مش جارانتيد. الأهم شيء، أهم شيء وأهم طريقة لتفادي المرض، إنك أنت تسمع لجسمك. لما جسمك يقول لك آخ وخلاص أنا تعبان، أنا وصلت عندي أعراض المرض اللي هي بتبلش تصير خطيرة، الحين أنا أقول ستوب، أخذ قرار إني أرجع، يعني ما أكمل، ما أجي على صحتي عشان والله أصعد قمة، لا، القمة تنتظر، صحتي أولى، أرجع لها مرة ثانية. حلو، كم المدة اللي خذت منك نور عشان تسلقين جبل البرص؟ البرس هو الرحلة كاملة أسبوعين، فتجهيز أسبوع وأسبوع على الجبل. حلو، وفي ناس الحين تسأل تقول البرص وين مكانه بالضبط؟ في أي دولة؟ في روسيا هو أعلى قمة في أوروبا. بعد في أوروبا وفي روسيا، لا تقولوا لي ليش، أقول لكم ليش دخل. الله يفتح هي عليك. يعني عندكم الصفيحة التكتونية مالت أوروبا، جزء الجبل البرس يكون عليها على نهاية الصفيحة التكتونية مالت أوروبا. ففي كان دائما هوشة بين الأوروبيين وروسيا أن من أعلى قمة، هل هي مومبلا ولا ألبروس. بس ألبروس فاز بالتحدي لأنه كان على دايس على طرف الصفيحة التكتونية مالت أوروبا. خلصت. احنا فخورين وايد فيك نور على هالانجاز هذا، وباذن الله الله نسمع عنك يسلمك. انجازات اكثر واكثر غير هالجبل هذا. في إن شاء جبل الله ثاني يعني. نور، جبل كليمنجارو، سالفة الجبل هذا؟ هاي جبل كيوت ترى، وايد حبوب، وايد حلو، وايد الكلتشر فيه حلوة، يعني الإحساس الفايبس مالت الجبل غير. طبعا في أفريقيا، بس أفريقيا أنتو لك أن تتخيل يعني شنو أفريقيا أو الوناسة هناك. فأحلى شيء إن التيمز أو حتى الجايدز اللي معك مع الفريق المساعد وكذي اللي يشيلون معاكم الأغراض وهاي الأشياء، هم بعد يعني وايد سبورتيف، وايد يعطونكم يعني يدلعونكم. ترى دلع البس اكثر من الاماكن، سوري، أوه. دلع كليمنجارو اكثر من الاماكن الثانيه. الحلو في كليمنجارو انه هو تقدر تشوف طبيعه مختلفه، تبلش من غابات، بعدين تصعد فوق حشائش اقل، بعدين تصير مرحله تشوف انه كله حمم بركانيه او احجار بركانيه، بعدين اخر شيء تشوف الثلج. فانت مريت تقريبا على ثلاث اربع بيئات مختلفة، تعطيك إحساس تخيل كل يوم أنت قاعد في مكان مختلف، which is really nice. هذا الشيء الحلو في كليمنجارو، غير إنه مثل ما قلت لك الكلتشر اللي تتعلم منها. اللغة اللي يتكلمونها في تنزانيا هي سواحيلي، وايد منها من العربي. فكان أول وناسة أقعد أنا والقايد ولوك لوك لوك أقول له إذا تعرف هاي شنو معناه، وهو يقول لي كلمات وأنا أقول له إيه هاي معناه تي وستان. فبدنا نتعلم، انا احب وايد اتعلم على الاقل 5 كلمات من كل بلد ازورها، كانت لغتها جديده علي. احب اتعلم كلمه مثلا مرحبا، شكرا، لو سمحت، اسف، ومع السلامه. فهذين ال5 كلمات اللي انا اقدر اكون فيها جنتل مع الشخص اللي معاي، وبنفس الوقت تعطيني يعني ما ادري كولكشن اوف
باقة من ما تدري يمكن في بعضهم يكونون بداية ليش انك تتعلمين لغة ثانية. انك والله صراحة أنا ما عندي ذكاء لغوي أبدا صراحة اللي أبدا. اكتشفته. أبي أتعلم فرنسي صار لي 100 سنة ونص، بس شايرة على 3 كلمات ونص بس. هذا حدي، ما وصلت أكثر من كذي. زين نور، هل في طريقة معينة تختارين فيها الجبال اللي انت تبين تسلقينها ولا بشكل عشوائي؟ انه خلاص سمعت في الاسم هذا ان الناس تتكلم عنه، خلاص بروح اتسلقه. وكان الهدف الأول إني أبي أصعد الجبال الـ7 اللي هي القمم الـ7. حلو. بعدين قلت لك يعني عندي جبل أكونكاغوا، هذا فيه لعنة عليه، الله مو رايدني أروحه، اللي هو أعلى جبل بعد إيفرست. المهم بعدين طبعا أنا إذا هالشيء ما صار ما أوقف حياتي، يعني ما أنطر لا لا يا هاي الجبل يا غيره، ما فيه لا. إذا سافرت بلدان فيها جبال حلوة وفيها مناظر حلوة وتستاهل الروحة أروح لها، يعني على حسب الديستنيشن شو اللي ابي اسويه. انزين، في بدايه البث انت ذكرت انك سافرت حق 40 دوله، من ضمن هال 40 دوله انا ادري انها وايد، بس ابي تذكري لي شنو اكثر مغامره اثرت فيك وشنو احلى رحله انت سافرتي لها؟ أكثر مغامرة أثرت فيني كانت سفرتي للاوس. حلو. في بعضهم يسمونها لاو، اللي هي في شرق آسيا، هي لوكلاند. حد سمع عنها لاوس غير مني؟ قولوا لي، أنا ما أعرف حد كثير يسافر بلاوس غيري. أنا أول مرة أسمع أعتقد منك شخص، والله. أعتقد شخص واحد ما عندي هالشغلة، أبي أكون أول واحدة. لا لا لا، قاعد أستهبل. بالعكس حلو والله. إنزين. لاوس كانت الحلو فيها فيها كلتشر قوي، يعني ثقافة الناس، أو لحد الحين تقدر تشوف بعض القبائل معزولة للحين ما تأثرت بالحضارة. لحد الحين في عندهم خرافات قوية، أنا أحب سوالف الخرافات. يا ذبحتي ودني مكان شي عند القبائل يعني المعزولة، وأسمع خرافاتهم وأشوف طقوسهم هذه اللي هو لقى مو لقى. أوف، وناسة 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 عندي. احس فجأة صرت في هذه بس فيلم ثاني. تشوفه في الافلام اي والافلام بالضبط، الغربيه تشوفه. اكزاكتلي هذا هو. احس نفسي دشيت فجأة فيلم، هاي هو لقى مو لقى، وقاعدين يدورون حول. لحد الحين ما صارت، بس اتمنى هالشيء في الامازون ميلي باذن الله. زين، بس انزين، ما اكثر احلى او احلى مكان انا حبيته، انا عندي مكانين اموت عليهم، يعني يمكن اذا ابي اتقاعد وشي اتخيل نفسي عجوز وين قاعده، في يا في سويسرا عند شاموني، هو في مثلث ذهبي أسميه، وعند شاموني، ونورث شمال إيطاليا، وشرق فرنسا، حلو. وجنوب شو اسمه إيه شاموني، حواليها حولها حواليها، يعني أي مكان هناك أنا راضية ترى، والله الأمور هناك تمام. أو كندا، كندا هذه طيبين لها قرن عشان أخلصها، الجمال اللي فيها وكل شيء، كل شيء يعني طبيعتها روعة. فعندي هذول البلدين اللي أموت عليهم لحد الحين. أنا للحين عندي 160 بلد، متحاسبني اكيد عقب اكيد تقول طبعا. لي لحقي، بعد لا لحقي بغير طبعا، رأيي يمكن. لحقي لحقي. يمكن انزين نور، عشان احنا باقي دقيقة و25 ثانية بيسكر علينا البث، ما ادري في مستعجل. ما شاء الله فلتنا السوالف والمغامرات اللي انت قمتي فيها. عشان نختم، شنو حكمة تعلمتيها من سفراتك وتبين تنصحين فيها الناس او توجهين فيها رسالة للناس اللي محبين السفر او اللي حتى اللي لح ما قد جربوا وناسة السفر، يعني تنقلها لهم من خلال الحكمة هذه؟ ضحكتني بالسؤال، مع انك قايل لي من قبل المفروض اكون حكمة مجهزه له. حكمة حكمة تعلمت من خبرتك في السفرات وتبين تنقلينها حق انا الناس. بقول لك شنو الحكمه، العمر مره زين، مثل ما انت يعني الواحد يجرب اشياء معينه ويكتشف انه ما يحبها، جرب السفر بطريقه مختلفه. يا عمي مره واحده سافر لنفسك، لا تسافر للناس، سافر عيش تجربتك مش تجربه الاخرين. ما تنظر لسه حد يطرش لك اياها وين 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 وين، لا لا لا، جرب انت تكون مصدر اللسته، انت اللي تعطي الناس اللسته. فتكتشف اشياء في رحلتك بتضيف لك طريقه انت ما تتخيلها على المستوى الشخصي، من ناحيه ذاتيه، ومن ناحيه خبره حياتيه، وخبره حتى في موضوع السفر.
باكر بكون سفرك مختلف، حتى حياتك ما بقول لك